والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يعني حبيت نوضح على كل حال بعض الأمور صارت في المقابلتين اللي فاتوا. يعني المقابلة الأولى اللي كانت هنا في ملعب الشهيد رويبح اللي كانت فيها خسارة الفريق شباب الجيجل، والمقابلة الثانية اللي كنا فيها التعادل. لكل حال حبيت نوضح بعض الأمور بالنسبة للمناصرين، يعني المناصرين اللي راهم متقلقين ومتحمسين وماذا بهم يشوفوا يعني 6 نقاط هنا في عقر الديار. يعني أنا نتفهمهم على كل حال، ولكن الأمور يعني ما زالت الشامبيونة يعني ما زالت بعيدة وما زالت مقابلات أخرى. يعني نطمئنكم يا أيها المناصرين، ونطمئن كذلك كل المشجعين تاع فريق جيجل، أن يعني ما نقولوش باللي خلاص الصعود خلاص انتهى. الله غالب، يعني الطاقم التقني اللي مشكور على المجهودات اللي قدمها، وعلى كل حال المقابلتين يعني الاولين ما النتيجة ما كانتش ان شاء الله، نتمنوا المقابلات المقبلة ان شاء الله تكون نتيجة. انا باش نطمئن الانصار ان يعني على كل حال ربما نقرا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ان بعض اعضاء من المكتب المسير هما السبب في هذه الخسارة، ولا الطاقم التقني هو السبب في هذه الخسارة، ولا استقدامات اللاعبين هي اللي اثرت سلبا على النتيجة. انا نقول لهم يعني هذه الامور يعني راكم غالطين فيها، لان الطاقم التقني وعلى راسهم الشيخ زاهر بوريدان يعني هو اللي جاب اللاعبين مع الطاقم التقني تاعو، وهو اللي استقدم اللاعبين، وما الإدارة ما دخلتش في الأمور كما هذه، لا نائب الرئيس ولا الرئيس ولا الطاقم المسير اللي معاه. حبيت نوضح الأمور هذه اللي رانا نشوفوا باللي يقولوا يقصدوا في بعض الأشخاص بأن هما اللي أسباب الفريق. احنا رانا نخدموا ليلة نهار من أجل وضع هذا الفريق على السكة، وإن شاء الله المقابلة المقبلة إن شاء الله تكون نتيجة. المناصرين نوضح أمور بأن الطاقم التقني يعني بذل مجهود كبير وهو مشكور على ذلك، الأمور ما مشاتش. هو قرر الانسحاب من كما يقولوا من إرادته، هي قرر أنه ينسحب زاهر بوريدان، استخلفناه بطاقم آخر. إن شاء الله الأمور تسير كما يقولوا من السيء إلى الحسن، ولما لا إن شاء الله الصعود إن شاء الله نتمناه، لأن هذا هو الهدف تاعنا المستطر، أن الصعود، لأن المقابلات مازال يعني الفرق بيننا وبين المرتبة الأولى هو 3 نقاط. إذا كان نقول للمناصرين إذا كان صح يحبوا هذا الفريق، يكفينا من السب والشتم والقيل والقال، وكذلك يعني في بعض الأحيان تقرأ بعض التعاليق في مواقع التواصل الاجتماعي يسبوا في الناس ويذكروا لهم في والديهم، هذا ما يجيبش بخير للفريق. نتمنى إن شاء الله يتوعوا، لأن بعض الشباب كاين الناس راهم يسيروهم في الخفاء من أجل مثلا رمي المنشفة من الإدارة والطاقم التقني، حتى نترك لهم المجال ونفسح لهم المجال من أجل يعني الرجوع إلى السنوات الماضية اللي كانت الناس كما يقولوا تنهب في أموال الفريق وغير ذلك. هذا نتمنى إن شاء الله يعني يكونوا واعيين وقدر المسؤولية، يكونوا مناصرين احترافيين، حتى نعود إن شاء الله نرجع إلى النتائج الإيجابية في مع هذا الطاقم التقني الجديد إن شاء الله. نشكروا مدرب بوريدان، يخدم عمل كبير طيلة 2 شهور شهرين هو يخدم، نشكروه مرة أخرى. وصاب بدر بلي ما مشاش ليكيب، كلش موجود ما مشاش. إن شاء الله مع المدرب هذا الجديد اللي هو حسامير اللي غني عن كل التعريف،
يعرفوا العام الخاص، لعب في كل الفرق الكبيرة ودرب كذلك فرق كبيرة. إن شاء الله يبدأ، إن شاء الله يكلع يدير ديكليك وزديماري. الأنصار إن شاء الله ربي هادو لعبات اللي راهم يخلطوا ربي يهديهم يخليوا الفريق. سيبري ما دي مرة تعطروا شوية في زوج مكابلات صافي، ما يدري البطولة مازالت طويلة مازالت، وإن شاء الله يوقفوا مع الفريق ويشجعوا الفريق ويبركوا الكلام هكذا في التواصل الاجتماعي والهضرة في هذا وهذا في هذا. راه عندنا مع البريزيدون إن شاء الله ما شاء الله، رانا شحال من الفريق ما جاش رئيس كما هذا، راه الإمكانيات موجود لهم كلش، إن شاء الله تمشي الأمور. هذا واش نقول أنايا، ونعاود نقول للناس خليوا الفريق يخدم وخليوا الطاقم الفني يخدم، وإن شاء الله الصعود في آخر المطاف. وشكرا.
السلام عليكم. جو بونس كو الانتقادات اللي تلقيناها في المقابلتين الاولانيتين جو بونس كو الانتقادات تكون بناءه، واللاعبين راهم متيقنين بهذا بالعمل ديالهم في قضيه الميدان. سي فري كو خيبنا امل الانصار تاعنا اللي عندهم الحق باش ينتقدونا. الفريق هو ملك الجمهور النمره. افيك لا فوني تاع لو نوفو كوتش ان شاء الله نعاودو نصلحو الامور اللي كانت ناقصتنا، وان شاء الله نوعدوا الانصار ان شاء الله تكون انطلاقه ان شاء الله من باتنا ان شاء الله. انتقادات بون كاين دي جوار ديكسبيريونس اللي لازم ياخذوها بالكوتي بوزيتيف. انتقادات الانصار ما تقدر تكون الا بناء باش تكون في صالح المجموعه. اما في المجموعه تاعنا كاين دي جوار جان شبان اللي بالك ما يتقبلوش انتقادات. بون رانا هنايا باش نوريونتيوهم ان شاء الله، ما علينا غير نصلحوهم باش نعاودوا نولوا بنتيجه ايجابيه باتنا اللي حتكون انطلاقه تاعنا، وتكون انطلاقه ان شاء الله تاع النمره اللي هذا الجمهور طالما ينتظر في هذا لا رياكسيون تاعنا ان شاء الله. يعطيك الصحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن اليوم هنا من ملعب شهيد ربيع حسين مع الأنصار مشاهدة تدريبات فريق شبيب الجيجل مع المدرب الجديد سمير حوهو الذي نتمنى معه الانطلاقة جيدة بعد خيبات الأمل التي رافقتها بعد المباراتين الأولتين، وخاصة في ملعبنا أمام كل من اتحاد مجانا أولمبي مجانا واتحاد سطيف. المباراتان اللتان كان نزل بمثابة حصد 6 نقاط، ولكن للأسف الشديد تم حصد نقطة واحدة، مما جعل من غضب الأنصار وكل الغيورين على الفريق، سواء على أداء اللاعبين أو على الطاقم الفني ككل. وهذا نظرا للتعداد الذي بدا لنا جيدا في بداية الموسم، وخاصة التعاقدات في وسط الميدان أو الدفاع. ولهذا نتمنى من اللاعبين مع المدرب الجديد تسجيل اول انطلاقه جيده وعمل الديكليك، وذلك باش يخدموا النوفو ديبار باش تكون الانطلاقه في من مباراه بوعقل ان شاء الله، والفوز والعوده بالنقاط 3 وافراح كل الانصار. وكما نلاحظ في الحصه التدريبيه هناك، فكل حصه تدريبيه حضور مجموعه من الانصار او كما نقول الانصار الغيورين على الفريق، وهذا بارتباطهم بفريقهم، وهذا من حقهم ومن حق اي مناصر يتابع الفريق. ولهذا من هذا المنبر وانا كمناصر بسيط اوجه رساله الى كل اللاعبين، نحن على اتم وكل ثقه بهذه اللاعبين، وخاصه جوده اللاعبين، خاصه واذا كان هناك مدرب محنك او هناك فروق تكتيكيه. ولهذا نتمنى من الفريق الفوز في مباراه بوعقال، وكل انصار املهم معلقه على هذا الفريق. والسلام عليكم ورحمه الله.